توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مرسوم منح أقدمية لضباط الجيش الذين تخرجوا في دورة عام 94 من غير اقترانه بتوقيع وزير المال علي حسن خليل شكل أزمة بين الرئاستين الأولى والثالثة مع الرئاسة الثانية ما أدى إلى تريث رئيس الحكومة في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية موضوع أثاره وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء من خارج جد وللأعمال رافضا وضعه في اطار الرسائل السياسيه الموجهه الى الرئيس نبيه بري مشيرا الى انه خطأ يجب التراجع عنه ما بني على باطل فهو باطل وما وما بيبرر وجود خطأ بالسابق الاستمرار بهذا الخطأ. هناك اصول دستوريه بوجوب توقيع وزير المال على اي مرسوم بيأثر على الإنفاق المالي وهذا مرسوم له تداعياته هذا بعدنا عم نحكي بالشكل له تداعياته المالية اما بالمضمون انا قلت هون انه قلنا حديث اخر انا بقول بس تعطي لحدا اقدمية سنة ترتب لإله حق ناتج عن هذه السنة صح. بدأت تسجل بإدبارته وبالتالي إلى أثر مالي بشكل واضح لم, لم يعلق رئيس الحكومة على مداخلة خليل وأشارت مصادر وزارية إلى أن وزير الدفاع يعقوب الصراف تكفل الرد معتبرا المرسوم مطابقا لقانون الدفاع الذي لم يلحظ وجوب إمضاء وزير المال. كما تدخل الوزير جون اوغاسبيون عارضا خبراته العسكريه لكونه ضابطا متقاعدا الترقيه مرتبطه بالاقدميه وهذا لا يرتب اعباء ماليه على وزاره المال واشارت المصادر الوزاريه الى ان الوزير علي حسن خليل ذكر ثلاث مرات ان هذا المرسوم غير ميثاقي وكانه يشير الى ان المرسوم يفتقد لتوقيع طائفه معينه وهذا تكريس خطير يثبت ان وزاره المال مال لطائفه دون غيرها في كثير من الخطوات والاجراءات ممكن نعتمدها بالدستور وبالقانون. يعني انتم مصرين على تراجع عن المرسوم وما شيء من دون توقيعات مخالف بس لازم لانه ليش ما حكيتوا لا هلا هيدا هذا الشهر ليش ما حكيتوا لا هلا هيدا لا هلا هذا الشهر هلا هذا الشهر صارت شو بده يصير بنتيجتها بنبقى بنحكي رفعت الجلسة ولم ينتهي النقاش في مجلس الوزراء لا بل فتح باب أمام سجال سياسي آخر فماذا يقول الدستور عن غياب توقيع وزير المال وعن التريث في نشر المرسوم المادة 54 من الدستور تشترط توقيع الوزير أو الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لكن لا تسمي بالضرورة وزير المال مما يعني أن توقيع وزير المال ليس بالضرورة أن يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والحكومة إلا إذا كان ثمة مترتبات مالية ناتجة عن المرسوم المنوي إصداره أولا لفت نظر أنه المادة 56 من الدستور بتعطي رئيس الجمهورية حق طلب إصدار ونشر المراسيم وليس رئيس الحكومة هلأ إذا لم ينشر هذا المرسوم لا يكون لديه أي قوة تنفيذية أو قيمة عملية وبالتالي لا يسري ابدا بوجه المعنيين. رات مصادر بعبده انه سبق ان صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيع وزير المال لكونها لا ترتب اعباء ماليه عليها كما تساءلت المصادر عن توقيت هذه الحمله وابعادها خصوصا انه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح اقدميه للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الارهابيه في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال. روند ابو خزام قناه الجديد.